خبر من الأخبار اللي أنت تحبها جدا، كل الناس في العالم تحب الكورة، مفيش خلاف، في مصر بالتأكيد بنحب الكورة جدا. الأهلاوية ما شاء الله، يعني الأهلي أصله برضه من النوادي اللي أكيد مما لا شك فيه ليها تاريخ مهم، وهو نادي الفوز بصراحة شديدة. يعني مش زملكاوي، أنا أقول لك الأهلي عنده سجل رائع من المباريات الفائزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وما إلى ذلك. الأهلي دلوقتي بيستعد لمباراة بكرة إن شاء الله مع سان جورج الأثيوبي. يا ترى هل ترى كواليس الاستعدادات، التشكيل مين؟ خلونا ناخد معنا بقى على التليفون ناقدنا الرياضي الرائع والكبير والصديق العزيز أحمد درويش. ازيك يا أبو حميد؟ أستاذ يوسف كل التحية ليك، وحشتني جدا، استمتع دايما إن أنا يا رب دايما كده متعلق ودايما كده بستمتع بحضرتك. يا رب يخليك ابو حميد. ابو حميد، ماتش بكره اخباره ايه؟ الاستعداد بتاع الاهلي عامل ازاي؟ التشكيل المتوقع او المعلن؟ لا الخط بيقطع، اطلع بقى على البلكونه بعد اذنك علشان ايه نضمن ان الشبكه 10 على 10. انت كده في مكان. انا يعني في اكتوبر جنبك، يعني الشبكه ما من هنا الاكتوبر فيها يجي نص ساعة ساعة الا ربع، فالشبكة هتقطع في النص. استاذ يوسف كده سامعني كويس؟ كده اسمعك كويس. بقول لحضرتك فكرة ان انت تتوقع نادي الاهلي في الظروف ده، الخط بيقطع جامد، الخط بيقطع جامد. احمد معلش انا هستأذنك، هنعاود الاتصال مرة تانية. انت عارف لسه كنا يوم الاربع كنت الحقيقة قابلت عندنا هنا هو في القناة الأولى دكتور محسن أحمد، ربنا يا رب يديله الصحة، يعني طبعا المصور السينمائي العظيم والكبير جدا. فدكتور محسن اهلاوي وانا زملكاوي، فاول ما شافني قال لي انت لسه زملكاوي يا يوسف؟ قلت له طبعا يا دكتور. فقعدنا نتكلم على مساله التشجيع الكروي، والحقيقه يمكن كان حظي الجيد انه اتفقنا على نقطه مهمه، احنا لازم نشجع الكوره المصري ايا كان بنلعب مع مين. يعني مثلا الزمالك بيلعب مع نادي غير النوادي المصريه، شجع الزمالك. الاهلي بيلعب مع نادي من غير النوادي المصريه، شجع الاهلي. المصري شرحه، الاتحاد، الاولمبي، الاسماعيلي، زي ما يطلع، بيراميدز، فيوتشر، ايا كان. نادي مصري بيلعب مع نادي غير مصري لازم تشجع. طيب تعالى نرجع مره تانية لناقدنا الرياضي الكبير احمد درويش. ابو حميد اخبار الشبكه ايه؟ طمني. يوسف كده أيوة كويس؟ كده حلو وجميل. قول لي بقى. ربنا يخليك، انا مبسوط انا دايما لما اكون مع حضرتك. أنا وبكره الاهلي في مباراه انا مش شايفها مباراه صعبه، بس عايز اختلف مع حضرتك في حاجه. فكره ان انت تتوقع تشكيل الاهلي في الظروف دي بقى امر مش سهل على اي حد. ليه؟ ما شاء الله تمسك خشب كده وانت بتتكلم. الاهلي عنده سكواد محترم، عودة المصابين، يعني عايز اقول لك ان بكره مثلا القائمه قد تشهد عودة اكرم توفيق للمشاركه. حلو. بعد غياب انت عارف اكرم توفيق اصيب باثنين رباط صليبي، واحد مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه 2021 امام نيجيريا في شهر يناير. أيوه. وحظه السيء انه عاد تاني اصابه رباط صليبي اتجددت، فبعد غياب القائمه تشهد وجود اكرم توفيق. الف حمد لله على السلامه. الله يسلم. كمان الناس كان قالوا في اخر 72 ساعة ان بيرسي تاو مصاب ومش هيكون موجود، عايز اقول لك ان بيرسي تاو هيكون على رأس قائمة النادي الاهلي. بيرسي تاو ما شاء الله عليه مصاب امتى؟ ده لسه يعني عامل ماتش الله ينور. فالاهلي عنده تخمة من النجوم ما شاء الله، كولر عنده حلول كتير جدا جدا في سواء دفاعيا او وسط الملعب او حتى هجوميا، بوجود بقى موديست ووجود رضا سليم ووجود كولر، قصدي بيرسي تاو، وجود حسين الشحات، وجود احمد عبد القادر، وجود طاهر محمد طاهر. وبالتالي الفكره بقت من الصعب ان انت تتكهن مثلا بالثلاثي الهجومي. عندك في وسط الملعب عندك ديانج، عندك عمرو السوليه بعد عودته، عندك امام عاشور في قوته، عندك مروان عطيه، عندك احمد حسن، احمد كوكا نجم منتخب مصر الاولمبي. وبالتالي كولر عنده حيره، احنا بنقول عليها حيره لذيذه يا استاذ يوسف، حيرة لذيذة في اختيار القائمة واختيار التشكيل. يا بخت الاهلي ما شاء الله، تاتش وود، الله اكبر، قل اعوذ برب الفلق، اللي انت عايزه كله. كمان خد بالك بقى الماتش بكره في وجود جماهير. ماتش على ارض الاهلي،
الاهلي منتشي طبعا بمكسب على المصري بورسعيدي، اداء رائع في بدايه الدوري 4-0. كمان عنده اريحيه ان ماتش العوده انت عارف الظروف الاثيوبيه وعدم موافقه الفيفا على الملعب فريق سان جورج، وبالتالي العوده هيبقى يوم الجمعه على استاد القاهره، واخد بال حضرتك؟ فبالنسبه للاهلي لا هيسافر ولا هيجي ولا هيروح، الموضوع على ارضه، وبالتالي هيلعب ماتشين في افتتاح دوري ابطال افريقيا. خد بالك بس يا استاذ يوسف ان احنا بنتكلم في بطوله دوري ابطال افريقيا، الاهلي حامل لقب فيها، لان في حاجه اسمها السوبر ليج، بطوله ثانيه هتبقى في شهر اكتوبر هيلعب فيها لاول مره، بطوله مستحدثه. فالاهلي حد فرح حرك. انا عايز بس اتكلم في حاجه مهمه لانها خدت من وقت الاعلام المصري النهارده. ايه؟ كولر وحقيقه رحيله عن الاهلي. مارسيل كولر يا استاذ يوسف وجهازه الفني بياخدوا 2 مليون وربع مليون يورو في السنه. كولر عنده فاضل سنه في عقده تنتهي بنهايه الموسم الحالي. ايوه. كولر يمتلك عروض سعوديه باربع اضعاف هذا الرقم. باربع اضعاف هذا الرقم. كولر لما سئل من النادي الاهلي عن حقيقه هذه العروض قال ايوه انا جاتني عروض بارقام كبيره جدا، لكن انا متمسك بمشروعي مع الاهلي، انا فاضل لي سنه معاكم، واديتكم كلمه او اديت الكابتن خطيب كلمه ان انا همدد عقدي كمان سنتين. وبالتالي مارسيل كولر حتى هذه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها هو مديرا فنيا للاهلي لمده 3 سنوات مقبله. يعني برغم العروض المبهرة الرائعة دي يعني، وبرضه هو مصمم أو متمسك بعقده مع الأهلي. هقول لك إيه؟ زي ما قيل لي من مصدر مسؤول في النادي الأهلي، لما مدير فني السيفت دي بتاعه ما فيهوش بطولات مقارنة بمشواره التدريبي الكبير على مدار سنوات طويلة يعني، ويجي أول سنة فياخد 5 بطولات وهيشارك 2 كأس عالم السنة دي والسنة الجاية. فهي نقلة في حياته وفي السي في التدريبي بتاعه. لما كولر يتعامل في النادي الاهلي معاملة قال ان انا ما شفتهاش في اندية اوروبية، انا بجيب مساعديني، يعني هو لسه ضايف حتى خلال الايام الاخيرة يوسف مدرب احمال جديد، بشتغل على مشروع، بشاور على عناصر اللي انا عايزها، لدرجة مثلا ان جماهير الاهلي كانت مستاءة من تأخر ضم مهاجم على مدار سنتين، لكن الراجل عايز مهاجم بمواصفات معينه، وبالتالي اداره الاهلي مفوضه هو في اختيار الاماكن والعناصر اللي تقدر تخدم على مشروعه. طب ما هو ممكن برضو متاح. ممكن برضو اخواتنا يعني اشقائنا في السعوديه نهنيهم بالمناسبه باليوم الوطني يعني المملكه طبعاً 23 طبعاً سبتمبر طبعاً. ممكن يقدموا له حضرتك يعني كل سنه وهم طيبين ودايما كده أشقاء في ازدهار ورخاء دايما يا رب. ربنا يا رب يعني يكتب لهم دايما كل خير ويكتب لنا جميعا الخير. ما هو ممكن برضو يقدموا له العرض مش بس في الإغراءات المالية، يبقى بقى إيه مطلق اليد، افعل كيفما شئت. شوف يا أستاذ يوسف، كولر بعد السنة دي من حقه يفسخ عقده مع النادي الأهلي مقابل دفع 1 مليون يورو. فأي النادي السعودي، نادي الشباب السعودي اللي هو كان أكثر الأندية السعودية رغبة في ضم كولر، عارض 8 مليون يورو عليه. ما شاء الله. فلما يجي يقول له افعل 1 مليون يورو شرط جزائي مش هيبقى عائق. نهائي. سهلة. لأن هو هيديه 4 أضعاف. لكن الرفض جاء من مارسيل كولر نفسه. لأن هو الراجل السي في بتاعه بقى فيه بطولات، بقى فيه 5 بطولات في سنة، فدي تخض أي حد. لما اخدت 2 سوبر واخد دوري واخد كاس واخد دوري ابطال افريقيا، وكان على مقربه انه ياخد سوبر افريقي، لكن 5 بطولات من اصل 6، والسنه دي عنده دوري وكاس وكاس رابطه في مصر ودوري ابطال افريقيا وسوبر ليج وكاس عالم انديه، يعني عنده 6 بطولات في هذا العام على الاهلي، غير طبعا سوبر مصري ادي 7، غير سوبر افريقيا لو كسب ادي 8، فقصه كبيره. بيني وبينك يمكن وصححني لو انا غلطان، في النهايه برضو الاهلي ليبل، علامه، صح، اسم، صح، تاريخ، فاللي هو ايه يعني اصعد يعني بالنسبه لكولر اكيد مش هيبقوا اشقاء يعني، بالنسبه لنا احنا اشقاء، لكن هو يقعد يحسبها يقول لك الاهلي تاريخ، الاهلي ليبل، رفع سعره 4 أضعاف في 4 أضعاف في 12 شهر، حطوا في مصاف المدربين، حطوا مع المدربين اللي الناس بتشاور عليهم بالبنان زي ما بنقول بسبب البطولات اللي حققها،
فبقى ارتقى مش مقعد مقاعد، ارتقى للصفوف الاماميه. فكره ان هو مدير فني يعني نادي يعتبر الاكبر في افريقيا والشرق الاوسط بحكم الارقام طبعا والانجازات طبعا، فالاهلي هو في هذه المرتبه، وبالتالي الكور هو كمان محظوظ انه بيمر على النادي الاهلي، لانه زي ما بقولت مع احترامي وتقديري هو كان مدرب جيد متوسط يعني مش عايز اقول مغمور، لكن هو جيد ومتوسط له قيمه تسويقيه معينه له مرتبه فهو جه، لكن تحول الى مدير فني ما مطمع وصل سعره في البورصه النهارده 8 مليون يورو في السنه، نقله كبيره جدا 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 لمصير كولر في مشروع تدريبي مما لا شك فيه. انا بشكرك جدا يا احمد، الف الف شكر الصديق العزيز والناقد الرياضي الكبير احمد درويش. هنا ده يحط لك ما بين قوسين عنوان مهم جدا، ايه هو؟ اهميه وعظمه وقوه الكوره المصري.